النهارده تيجوا نسمع ازاي الرئيس السيسي قالها علشان نستشعر ان قد ايه احنا في لحظه مهمه جوهرها ان من يجلس على اداره السلطه والمشهد لا ليس لديه مطمع لا في الكرسي ولا في السلطه وانما لديه مهمه لديه دور مصالحتنا احنا على كل تاريخنا. فلما يطلع واحد يقول لي اصل انا ساداتي ولا واحد تاني بيموت نفسه ويقول ناصري وابن عبد الناصر بيقول لست من الناصرية في شيء، ولا يطلع شوية شباب لو سألناهم أي سؤال في السياسة بيقولوا احنا مباركيين، ولا المجموعة اللي بتقول احنا أتباع شفيق، احنا هنا بنخدم على أجندة قوى الشر اللي بتلعب على شق الأرض مقابل عقل للدولة بيقوم بدور نبيل جوهره وعنوانه ان ببساطة كل تاريخنا وكل قياداتنا خاصة ان هذه القيادات كلها خرجت من مصنع الوطنية المصرية من المؤسسة العسكرية كل بحسب دوره له ما له عليه ما عليه له كل الاحترام. ممكن تسمعوا ازاي الرئيس السيسي قالها علشان تقدروا تقيسوا اللي انا بقوله ده مع هيصة السوشيال ميديا التي لا تستحق، مع هيصة جماعات الشر اللي قاعدين في اسطنبول واللي مش عارفين مصيرهم رايح لفين، او ابواق الخوارج الحمق في زمن لم يعد للخوارج فيه مكان اللي قاعدين في الدوحة. خلونا نسمعها. اسمحوا لي عايز اقول لكم ان اللي احنا القاعده اللي احنا بنفتتحها النهارده ده احنا ده جهد بنبني على ما فعلوه من سبقونا. احنا مش بادئين هنا من الصفر، لا، ده في جهد احنا طورناه واضفنا عليه وبقت النهارده قاعده محمد نجيب العسكريه. بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نعطي كل ذي حق حقه في من سبقونا عملوا هنا وانشأوا هنا، واحنا بنكمل واللي بعدنا هيكمل اكتر. هل المسألة واضحة للجميع انه ما عادش مقبول ان قوى الشر ممثلة في نخبة احيانا تعيسة، ممثلة في اذاعات اجنبية ناطقة بالعربية بتشقنا من جوه وتعمل عندنا نوع من الانحيازات الغير موضوعية. المسألة واضحة جداً.